أوجبها لك بالمختصر المفيد، ومن مقصود القائل المفرد
من الموت، ولكنهم أخذوني وبيتهم من شأني. عندنا شروط على ذلك؟ نعم يا سيادة القاضي، الركن الثاني من الجملة الاسمية القضاء يشهد على ذلك. ماذا على سامي الأول؟ الشاهد الأول الركن الثاني من الجملة الاسمية المدعو بالخبر. ما اسمك وما وظيفتك؟ اسمي القمر، انا الطفل الثاني من الجمله الاسميه. تقطع خير المرء قاتله له، تقطع خير المرء قاتله له، ان الحياه تقاطع وثواب. قل والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق سيدي القاضي، كل ما جاء على لسان المبتدا حدث بالفعل. ماذا لك؟ لماذا تخطط حتى يخرجنا؟ أنا أرى إلى أين يتواعدوني هو ورفقته أيضا؟ يتواعدوني أنا وليس أنت. اصبر اصبر، سيحميك القصر ويعيد لك حقك. اصبر أنت الإنسان وإلا نفذت من القصر. فماذا تقول فيما يفتن إليك؟ يا سيادة القاضي مصيرة يا سيدة القاضي، هذا لتأكيد حقك.
أي أزيان أخرى؟ أزيان القاضي أقوى في البلاد. Thank you.